مسلسل طولة لطليا مصطفى بيتكلم عن الكبريت الأحمر وإزاي اتعرض عليكي. اتعرض عليا، قال لي عليه أحمد عبد العزيز المنتج، وما كانش لسه كان في أي حد خالص غير السعداني، فقال لي اختاري ما بين جيرمين وما بين سندس. ما كانتش ريهام حجاج لسه جت. لما جيت قريت قال لي بس انا شايفك في جيرمين، بس عصام الشماع وكان وقتها كان خيري بشاره عايزينك في سندس. فقلت لهم اقرا الاول واشوف اعمل ايه. فما قريت قلت لهم لا مش هعمل سندس خالص، الاثنين زي بعض بالظبط حجما يعني ما فيش اي فرق، بس الفكره ان انا ما كنتش عايزه اكرر نفسي. سندس انا عملت النوعيه دي اللي هي البريئه الطيبه البيضاء الهاديه، لكن جيرمين فيها كذا تنوع للشخصيه. ساعات انا كنت بقول انه احيانا بيبقى المشهد الواحد فيه كذا شخصيه جوه المشهد نفسه، يعني حد سايكو جدا. عجبني جدا الموضوع دوت. لما رحت لاحمد قلت له انا هعمل جيرمين، ما عملتش جيرمين مش هشتغل، مش عايزه يعني. وقتها خيري بشاره شافني كنت لابسه، مش هنسى ده، لما كنت لابسه طقم جلد كده، فخيري راح قايل لي انا عمري ما شفتك كده، وكان شعري كيرلي كتير قوي كده وبتاع. فقعدت اتكلمت معاه فقال لي لا اوكي انا شايفك اوكي جيرمين، بس عصام بقى شايفك سندس بس. فقلت له لا مش هينفع. قال لي طب روحي لعصام. اما رحت له ظهر كده وقال لي لا انت جيرمين قوي كمان، مش بس يعني. فقلت له اوكي بس انا مش اخلاق جيرمين، بس اوكي يعني. قال لي بس ده في تحدي يا داليا، وفي ما فيش حاجة اسمها يعني لا، والدور صعب جدا وفي اغراء وفي حاجات صعبة يعني عليك. فقلت له لا هعمله وهتندهش يعني. كان كتير وهو بيمنتج يجي يكلمني بعد مشاهد كتير قوي يقول لي انا لو بايدي لو عندي اوسكار هديكي اوسكار على التمثيل اللي انت عاملاه. وكان من الراجل مبسوط جدا وقال لي اختيار جيد فعلا ان انت عملتي جيرمين يعني. مرة صورت مشهد ونزلته، مش المشهد صورة يعني، ونزلته على انستجرام وقلت للفانز عندي بليز ما تتضايقوش مني، انا بعمل شخصية. لان انا نفسي كنت بتوتر جدا جدا من مشاهد معينة، ومش متخيلة رد فعل الناس ايه يعني. الناس فعلا هتكرهني، هدخل في دماغهم في سكة ان انا اغراء، بس فعلا الناس لو اتفرجت مش هيلاقوا في حاجه جارحه يعني. مش لابسه قميص نوم خالص في الـ في الـ في الشغل دوت، مش لابسه حاجه عريانه، لابسه يعني زي ما بنقول سكسي، اللي هو البنت اللي ممكن تبقي شايفه بنت قدامك لابسه بكم بس مغريه. انا كنت متعمده ان انا اعمل كده، وطريقه الاداء ادت الفكر ده، بس ما فيهوش اي حاجه جارحه لاي حد بيتفرج يعني. خدتي رأي شريف في الشخصية دي بالتحديد؟ خدت رأيه طبعا، وهو كان عنده كومنت واحد انه بلاش عشان انت هتكرهي، عشان اللي انا قلته لك بالظبط ان الناس واخدة عني فكرة معينة. وقال لي ممكن بجد الناس تقفل لدرجة انك ممكن ما تشتغليش تاني بسبب الدور دوت. بس هو عامة اولا واخيرا بيبقى صاحب القرار، هو صاحب الموضوع نفسه يعني. العمل ده جاي لي انا، فانا اللي بقول قراري.